الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ماذا يحدث لو كان هذا القرآن فيه عوج؟ وهل عدم وجود العوج في القرآن يستدعي أو يستوجب الحمد؟ سوف نتعرف على معاني في هذه الآية لأول مرة، وبالفعل سيكون لسان حالنا يقول الحمد لله. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، آية استوقفتني الحقيقة. كلنا نقرأ سورة الكهف، وربما معظمنا مر على هذه الآية، ولكن القليل جدا من يتذوق حلاوة التدبر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما علاقة الحمد لله بكلمة عوجا؟ ماذا يعني ذلك؟ ماذا يحدث لو كان في القرآن عوج؟ ولماذا يجب أن نقول الحمد لله؟ لماذا بدأ الله أصلا هذه الآية بالحمد لله؟ الحقيقة أخي الحبيب، الآية معناها واضح كتفسير، أن القرآن ليس فيه خلل، ليس فيه معلومة خاطئة، ليس فيه لغة ركيكة مثلا، ليس فيه معلومة علمية خاطئة، ليس فيه معلومات مزيفة، ليس فيه أساطير. هذا معنى العوج. ولكن أنا اليوم سأنظر لهذه الآية من وجهة نظر أخرى، من خلال مقارنة القرآن الكريم وهو الكتاب، لأن الآية تتحدث عن الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نذهب لكتاب آخر على سبيل المثال، الكتاب المقدس، وتحديدا العهد القديم. طيب لننظر ونقارن. عندما تقارن تتذوق لذة الآية الكريمة، تشعر بمعنى هذه الكلمة عوجا، فيصبح قلبك يقول الحمد لله من دون أن تشعر. انظر معي أخي الحبيب، سأتيك بثلاثة أمثلة فقط من قصص الأنبياء. نحن نعلم في القرآن الكريم أن كل الأنبياء هم صالحون، مكرمون، مطهرون، معصومون من الخطأ، قدوة لنا. فكل مسلم حقيقة ليس لديه تناقض في عقله تجاه الأنبياء. يعني في القرآن لا يوجد لدينا نبي لص أو نبي بلطجي أو نبي مجرم، ليس لدينا هذا الكلام، لأن هذا إذا وجد ستنزع منه صفة النبي أصلا. يعني إذا إنسان قتل أو زنى أو سرق، حتى لو فرضنا أنه نبي أو طبعا الله لا يمكن أن يرسل نبيا ثم يسرق أو يزني أو يفعل أي شيء. يعني هذا دليل أن الله لم يعرف كيف يختار، حاشا لله، الله يختار أنبياءه بدقة، هم أطهر البشر وأنقى القلوب وأكثر الناس حبا لله وتعلقا بالله، هؤلاء هم الأنبياء. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل نبيا فاسدا. طيب كيف ندرك هذا المعنى؟ لو ذهبنا للكتاب المقدس، وليس المقصود هنا أن ننتقد الكتاب المقدس أو نحلل أو يعني هدفنا المقارنة لندرك المعنى، لإدراك هذا المعنى، لنتذوق هذا المعنى. يعني سيدنا نوح في الكتاب المقدس بعد أن نجاه الله مع المؤمنين بالفلك وأغرق الكافرين، حسب الكتاب المقدس الذي نعتقد أنه محرف، ماذا فعل؟ كيف حمد الله تعالى؟ سكر، شرب الخمر ففقد عقله، ثم تعرى من ثيابه حتى ظهرت عورته،
وشاهده ابنه الأصغر. طيب هذا السلوك هل هو السلوك يرضاه الناس حتى اليوم؟ يعني اليوم نحن لو رأينا شخص يتعرى هكذا بعد أن فقد عقله ماذا نقول عنه؟ السلوك غير مقبول. طيب ماذا قال له الله؟ لا شيء، لا تعليق. هل عاتبه؟ لا. هل أخبرنا أن هذا السلوك خطأ؟ لا. هذا هو العوج الذي أكرمنا الله أننا لا نجد مثيلا له في القرآن، ولم يجعل له عوجا. بينما في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول سلام على نوح في العالمين، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، قدوة، كان كثير الشكر لله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، كان كثير البكاء، كثير السجود، كثير العبادة، كثير الاستغفار، كثير الرجوع إلى الله. وهذا منطقي لأنه قدوة لي، نبينا نوح وقدوة لي ولك. أنا لا يمكن أن أقتدي بإنسان يسكر ويتعرى، يعني منطق العلم يفرض هكذا. سيدنا نوح انظر في القرآن الكريم دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يقصر، لم يترك وسيلة في الدعوة إلا واستخدمها ليلا ونهارا سرا وجهرا، كل أساليب الدعوة. آخر شيء قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، إذا لم يقصر في شيء. ابنه مات كافرا، في آخر القصة بعد أن أنجاه الله عز وجل من الطوفان مع المؤمنين، انظر الفرق أخي الحبيب لتدرك العوج، معنى العوج. عاطفة الأب، ماذا قال نوح؟ يعني يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لم يقل اغفر له، لم يقل أدخله الجنة، لم يقل أعفو عنه، لا لا لا، هو فقط يعني يرجو الله، يا رب إن ابني من أهلي، يعني حتى لم يطلب له المغفرة، وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. وهنا يأتي التحذير شديد اللهجة من الله عز وجل، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر انظر الرد، يعني فيه شيء من ولكن هذا هو العدل. هنا سيدنا نوح خشي على نفسه أن يكون خسر، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. يعني بعد 1000 سنة من الدعوة إلى الله يخشى أن يخسر لمجرد أن عاطفته تحركت تجاه ابنه. انظر انظر أخي الحبيب، يعني الاستقامة لدى هؤلاء الأنبياء. يعني من يقرأ قصة نوح في القرآن يجد نفسه أمام قدوة حسنة لنا، يجد نفسه أمام إنسان صبر كثيرا على قومه، لم يقصر في الدعوة إلى الله، لم يرتكب ذنبا واحدا. في القرآن لا يوجد. الذنب الوحيد هو أن عاطفته تحركت تجاه ابنه، وهذا أمر منطقي، وهو ليس بذنب طبعا، ولكن الله عز وجل أراد أن يعطينا رسالة أن الله أعلم بمن يرحم أو لا يرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب سيدنا لوط الذي أرسل لقرية كانت تعمل الخبائث، يعني فيها
ما يسمى اليوم بالمثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي. طيب في الكتاب المقدس، لا انظر إلى العوج أخي الحب، أنا أريد أن أعطيك معنى العوج، وأكرر ليس هدفنا انتقاد أي كتاب آخر. لوط عليه السلام بعد أن أنجاه الله أيضا وأهلك قومه، أيضا يسكر ويفقد عقله ثم يزني بمن؟ ببناته للأسف. طبعا هذا افتراء واضح على سيدنا لوط، لأنه أصلا هو هرب من الخبائث وعاش حياته ضد هذه الرذيلة وهذا الشذوذ، يقع فيها بعد أن أنجاه الله. هذا هو العوج أخي الحبيب. لذلك لا يستطيع أي إنسان مهما بلغ من العلم والقوة والحجة أن يدافع عن هذه المعلومة الخاطئة. معلومة واضح أنها خاطئة معوجة، بينما في القرآن الكريم عندما يتحدث الله عن سيدنا لوط ماذا يقول؟ اتهمه قومه بأنه طاهر، هذه تهمته، قالوا أخرجوا، ماذا قال الملأ من قومه هؤلاء الشاذين، ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تهمته أنه كان طاهرا. هذا هو القدوة، هذا النبي أن أقتدي به. أما أن تأتي لي بنبي يسكر ويزني ثم لا تعليق، أين أمر الله؟ أين كلام الله؟ يعني الله يرى ولا يفعل شيئا ويبقى اسمه نبي؟ فعندما نأتي للقرآن نجد أن الله تعالى يقول وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لو تتبعنا الآيات التي فيها ذكر سيدنا لوط نجد أنه كان من الصالحين من المطهرين من أنبياء الله المكرمين، لم يرتكب ذنبا في حياته، لم يؤذي أحدا ولم يرتكب الفاحشة، فهو قدوة بالنسبة لي أيضا. وبالتالي فعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لاحظت؟ يعني أنا مثلا لو كنت من أتباع الكتاب المقدس المحرف كيف سأدافع عن هذا الأمر؟ ماذا سأقول؟ سيسبب لي الحرج بيني وبين نفسي، سيسبب لي حرج كبير. طيب كيف أنت تقول لي هذا نبي اقتدي به؟ طيب لا تقتدي به، إذن لماذا هو نبي؟ بمن اقتدي أنا؟ لاحظت التناقض؟ فعلا الحمد لله. هناك نموذج ثالث من قصص الأنبياء. نحن نعلم أن سيدنا داود كان أيضا عبدا شكورا وكان كثير الرجوع إلى الله، كان أواب وكان يعمل بأمر الله. طيب في الكتاب المقدس ماذا هناك؟ بعد أن أصبح ملكا وأوتي من القوة والعلم، للأسف تعجبه امرأة متزوجة فيزني بها ويقتل زوجها، أرسله لمعركة ليقتل وتحمل منه. كيف أدافع عن معلومة خاطئة 100%؟ ثم تقول لي هذا اسمه نبي؟ عندما نذهب للقرآن الكريم كل الآيات التي ذكرت فيها قصة داود نجد أنه نبي مكرم. مثلا ففهمناها سليمان وهو ابن سيدنا داود عليه السلام وكلا آتينا حكما وعلما. الله آتاهما الحكمة والحكم أيضا وآتاهما العلم. طيب
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. كان كريم جدا، يده كريمة في الخير، وأواب كثير التوبة إلى الله. طيب هذا نبي أنا يصلح أن أجعله قدوة لي أقتدي به، أما أن تقول لي نبي يقتل ويزني ثم تقول لي هذا نبي، هذا سيسبب حرجا لي إذا اعتقدت بهذا الأمر. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فعلا عندما تقرأ القرآن تجد أنه متناسق، يسير على نمط واحد. النبي نبي صالح، قدوة لنا نقتدي به، فبهداهم اقتدي. فلذلك هنا أنا عندما أقرأ هذه المعلومات المعوجة في الكتاب المقدس ثم أنتقل للقرآن وأجد السيرة العطرة لأنبياء الله ولا أجد أي معلومة خاطئة، فعلا أقول من أعماقي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنقذني الله من التناقضات، أنقذني من المعلومة الخاطئة، أنقذني من الخرافات والأساطير. نحن جئنا بثلاثة نماذج فقط من آلاف التناقضات الموجودة. لذلك أخي الحبيب، أول آية بعد البسملة ما هي؟ الحمد لله رب العالمين، لأنك فعلا في نعمة عظيمة من الله الكثير لا يشعر بها، نعمة الطهارة، نعمة أن القرآن ليس فيه تناقضات. هذه نعمة عظيمة جدا لا يشعر بها إلا من فقدها. نعمة أن الله غفور رحيم، نعمة ولا تزر وازرة وزر أخرى. في الكتاب المقدس يعتقدون أن آدم عليه السلام ورث خطيئته للبشر، يعني أنت تولد وأنت مكبل بخطيئة، بشيء لم تفعله، بخطيئة آدم جد أبينا آدم. فهذا الأمر يعني أيضا يسبب مشكلة لمن يعتقد به، بينما القرآن قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل إنسان وزر أو هم أو ذنب إنسان آخر. فهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب يعني أرجو أن تقرأ القرآن قراءة تدبرية لتتذوق هذه المعاني، والله لن تشبع منه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تصور لو أن القرآن مليء بهذه الخزعبلات، ما هو وضعك الآن؟ نحن الآن كمسلمين، حتى الغافلون، حتى الغافلين عن القرآن ليس لديهم تناقضات أو مشاكل أو يعني في قضية إيمانهم، رحمة من الله بأتباع هذا الدين الحنيف. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.